نختم جولتنا في أعمدة الرأي والمقالات بزاوية من الآخر للكاتبة أسماء جمعة بأخيرة التيار بعنوان مهرجان الجزيرة للصراع والتفرق. تقول جمعة في مقدمة زاويتها: يبدو أن قرار الرئيس عمر البشير بحل تشريع ولاية الجزيرة وفرض حالة الطوارئ جعل والي الجزيرة محمد طاهر إيلة يبحث عن طريقة يبلغ بها معارضيه بأنه الأقوى وأنه انتصر عليهم. وتضيف: فلم يجد فكرة أسلم من أن يقيم مهرجانا للسياحة والتسوق رغم أنف ظروف الولاية التي لا تمتلك مقومات للسياحة أو التسوق. تذهب جمعة إلى القول: لا أعتقد أن إيلا يجهل حال الجزيرة والتي ستخسر في ذلك المهرجان أكثر مما ستكسبه، فهو بمثابة إعلان لصراعات سياسية ستشهدها الولاية إن كان الغرض منها أن ينتصر إيلا لنفسه. وتمضي الكاتبة إلى أن الفرق بين إيلا وبقية الولاة أن الأول رجل يسبقه صوته ويحب الإعلام ويعرف من أين تؤكل الكتف، وله سره الخاص الذي يجعله يكسب ود حكومته التي تصفها الجمعة بأنها ليس لها معايير ولا مؤشرات لمعرفة نجاح أي والي، ولا تهتم برأي المواطنين. وتختم أسماء جمعة زاويتها بالقول: إن إيلا ليس فاشلا فقط، بل أثبت بالتجربة أنه نموذج مثالي للفشل، فالوالي الناجح هو الذي يكسب مناصرة المواطنين ولا ينتصر لنفسه.